دلوقتي احنا موجودين في مكان اسمه الجارة، زي ما يعني احنا سمعنا من اجدادنا ان المكان ده كان موجود فيه او مستوطنين فيه الفرنسيين اللي كانوا عايزين يحتلوا بن عدي، فكانوا بالمكان ده بالنسبة لي ان هو اعلى مكان في بن عدي كانوا مستوطنين فيه الفرنسيين عشان يحتلوا البلد. بالنسبة للمكان ده ان انت تقدر تضرب منه بن عدي او تقدر تسيطر على بن عدي، فكانوا اهالي بن عدي كانوا بيهاجموهم من عند النيل من تحت او ممكن زي ما انت من ورا الناحية التانية، فهو ده المكان اللي اسمه الجارة. انا موجود هنا حاليا على التبه او القاره اللي زي ما قالوا اجدادنا زمان. لما اجدادنا اجتمعوا عشان يتصدوا للحمله الفرنسيه كان اجتمع الشيخ حسن الخطيب والشيخ محمد المغرب والشيخ ابو العدوي، كانوا بمثابه القياده يعني لتصدي للحمله، فاجتمعوا كان معهم فيما يزيد عن 3000 شخص من اهل البلد واجدادنا، واجتمع معهم حوالي 450 من العرب المصريين للتصدي للحملة. فقائد الجيش الفرنسي المحتل دافو أو زي ما يطلق عليه، فأول ما وصل البلد لقاهم مجتمعين، فحاولوا سيطر على البلد طبعا بإطلاق النيران وإشعال الحريق في البلاد، فكانت الشوارع والبيوت والطرقات بمثابة معركة يعني زي ما بيقولوا اللي هو أرض معركة. فطبعا الأهالي اجتمعوا وبدأوا التخطيط وبدأوا التدبير للمقاومة. فكان يوم 18 إبريل ده حوالي اللي هو سنة 1799، كان مسابة يعني يوم مشهود، كان يوم المعركة، فقوموهم الأهالي بكل بسالة وكل شجاعة. كانت القرية مخرجة من كل واحد من البيت شهيد، يعني ما حدش فكر في حاجه غير ان يحرروا البلد من المحتلين دول الفرنسيين، وهجموهم وحاربوهم على الرغم ان كان معاهم اسلحه ناريه الفرنسيين، الا ان اجدادنا بالبساله والشجاعه حاربوهم حتى تصدوا لهم، وفر الفرنسيين هاربين الى الجبال، وحتى عجز الفرنسيين عن التصدي يعني الاهالي لبن عدي.